استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي في العضوي أمسية غنائية تراثية بعنوان تراثنا فخرنا لفرقة حاضنة دمر المركزية للفنون. الأمسية التي أحياها مجموعة من الفنانين والموسيقيين وبإشراف شيخ الكار عدنان تنبكجي، حيث قدموا فيها وصلات غنائية من التراث وأخرى طربية. حضور كتير حلو، وعم نحكي بأيام التراث، يعني كيف الموشحات والقدود الحلبية وأغاني شامية قديمة، عم نرجع الماضي بالأصالة وبهذا الحاضر المجيد اللي احنا عم نكبر فيه. والحضور كان رائع جدا، وفي عنا أطفال كمان عم يكونوا عم نشجعهم على هذا الموضوع. هلأ هو الفن كله متربط مع بعضه، بهي الحاضر فنون حرفية مع فنون فنية بالموسيقى عم تكون كاملة متكاملة الحمد لله. إحياء التراث الموسيقي اللي نحن نفتخر فيه دائما، في عنا كام موسيقيين رائعين وعازفين من الدرجة الممتازة صراحة، وكما يقال لهم شيوخ كار بالتراث الموسيقي الفني الموجود عنا ببلدنا سوريا. طبعا الحاضنة، شكرا كتير للفرقة يلي بترعاها حاضنة دمر الثقافية للفنون الثقافية والتراثية، هي إلا دور كتير كبير صراحة في إحياء هذا الفن التراثي. تهدف الحاضنة ضمان تداول الموروث الثقافي السوري عبر الأجيال، حيث تعتبر بمثابة نتاج بحث علمي تم العمل عليه ونالت جائزة الإبداع الوطني عام 2014. محبوب قلبي.